ده عليك بيسأل سؤال والإجابة من الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا الفقيه، الإجابة من الله. يعني لما يسأل الرسول سؤال من الذي يجيب؟ الوحي. الوحي. فتخيل أن واحد زي عمر وهو قوي الإيمان يوم ما خرجت الشيء خلاص أن الرسول مات وخرج العباس ينعي الرسول إلى الناس، عمر لم يتحمل. شوف شوف إيمانه فين وعقله إزاي وعبقريته قدرها إيه. قال من قال إن محمدا قد مات لأفصلن رأسه عن جسده لقد ذهب للقاء ربي كما صنع موسى. يا الله. إذن نحن مع سورة النبأ عبارة عن يعني الفاتحة الأساسية للدار الآخرة، الصفحة الأولى في كتاب مش العودة، لا، المآب والمثاب إلى المكان الذي جئنا منه. أبونا آدم لما خلقه الله عز وجل أين أسكنه؟ أسكنه الجنة. سواء هي طبعا اتفقنا أن احنا مع الرأي الذي يقول ليست جنة الخلد، لكن هي جنة فيها كل ما يحتاجه الإنسان. تصير جنة ولا لا تصير جنة؟ لما أنت تجد إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تطهى، أكل وشرب وملبس ومسكن. أنت لو وفرت لأي إنسان الأربعة دول الباقي بإيه؟ فضول، فضول زيادات ما حسب عليها. أنا أكلت وشربت، ولذلك إحنا نعطي الزكاة لمن؟ لمن نريد أن نطعمه أو نسقيه أو نلبسه أو نسكنه أو نعالجه أو نزوجه. أدي ستة محاور هي بالزكاة. تاني أعطي لمن الزكاة؟ أعطي لمن أريد أن أطعمه أو أسقيه، أجيب له مورد ماء نقي يشرب منه وأسكنه عشان لا يضحى، يبقى مش في الشارع. يبقى كل إنسان مسلم يسكن اليوم في مخيم يأثم كل أثرياء المسلمين. خذها مني والأمر على الله. أي مسلم أو مسلمة يشرد من بلاده من أرضه من وطنه سواء بظلم ظالم أو بقهر قاهر أو باستدمار مستدمر أو استخراب مستخرب أو أيا كان، ثم يوجد في مكان ولا لا يوصل إليه بكرامة طعامه وشرابه وسقاؤه وعلاجه، فيأثم كل من يقول لا إله إلا الله ممن يستطيع أن يدفع. هي كده. وقلت لكم منذ ستة أشهر حسابيا حسابيا زكاة الركاز في خمس دول تقريبا 582 مليار دولار العام الماضي زكاة. بالله عليك، هل لو أخرجنا هذا المبلغ هل يصير لنا سكان مخيمات؟ اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم أمنهم من خوف، أطعمهم من جوع، اسقهم من عطش، أرحلهم من حفر، وفقهم يا رب إلى أن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين في مشرق الأرض ومغربها يا رب العالمين. والحمد لله على نعمة الله ونعم الله وفضل الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأبونا آدم وجد في الجنة. المؤمن إذا كان من بني آدم الحقيقيين الذي لم يستنسخ إلى شيطان مريد أو يستنسخ إلى ظالم أو يستنسخ إلى قاتل، هذا الإنسان سوف يعود إلى بيته الذي جاء منه أو مسكنه الذي كان فيه أبوه. يقول ابن القيم في قصيدته المعروفة: فحي على جنات عدن فإنها مساكنك الأولى وفيها المخيم. أنت تخيم هناك وتسكن، سبحان الله. فهذا هو المكان. فرب العباد يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يعني جبريل عليه السلام والملائكة واقفين صف لا يتكلمون، فيش كلام خلاص، فلا تسمع إلا إيه؟ همسة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل إيه؟ ظلم، سواء ظلم يعني لبني آدم أو ظلم لمجتمع أو ظلم لأمة أو ظلم للإسلام. وقد خاب، اسمه ربنا سماه خيبان خائب سبحانه، وأفلح من زكاها وقد إيه؟ خاب من دساه، خاب من دساه،
خيبان، نهايته خيبة. لا إله إلا الله، نسأل الله ألا نكون من الخائبين. سبحان الله العظيم. طيب، إلا من أذن له الرحمن بالكلام يعني وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يا الله، مآب يعني إيه؟ يعني هو كل ما ابتعد أرجع أؤوب، كل ما سبحان الله أرجع. بهذا المنطق، عسى رب العباد أن يأتيني حيني وأنا إيه في لحظة التوبة. ليه؟ لأن رب العباد هيذنب العبد مرة واثنين وثلاثة ويعود، وإلى أن يأتي مرة يقول عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب إلا أنا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وتبت عليه، فلن يعود إلى الذنب مرة أخرى. فإيه؟ غلق في وجه الإيه؟ قال اللهم غلق في وجوهنا كل معصية يا رب العالمين. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يا الله، عذاب قريب فين؟ قال ما هو قريب لو أن كل واحد فينا إذا سألناه مؤمن أو غير مؤمن، متى تموت يا فلان؟ هل أحدنا عنده إجابة؟ هو يتمنى أن لا يموت اليوم. لماذا؟ لأنه إما خائف، لو كان مؤمن خائف من سوء الخاتمة، سوء العاقبة، مقصر في ذنب الله، كان عليه ديون للخالق، ديون للمخلوق، مرعوب، عنده حالة من الذعر، فأنه سبحان الله، طب يا ربي طب أروح فين؟ أجي منين؟ عايز طب فسحة من الأمل. سبحان الله، الربيع بن الخيثم الله يرضى عنه، عالم مصر الكبير، كان له غرفة في داخل البيت عامل فيها قبر. يقول لك يا اخي ده راجل نكت، هو حر يا اخي، انت مالكش دعوه بيه، هو عامل في القبر. فلما الدنيا تهجم عليه يروح ينام في القبر، والربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يرجع يستأنف ايه عمله مره اخرى. الدنيا تهجم عليه والناس والذنوب، هو يروح الربيع الله يرضى عنه بهكذا، فيجي مره يقول ايه يا ربيع تذكر يوما أن تقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال لك كلا. أنت كل يوم تقول رب ارجعوني ويحصل إيه؟ ترجع. طب في يوم من الأيام كلا. طب بالله عليك، لو أن أي ظالم، أي مجرم، أي من هؤلاء الذين نراهم ونسمع عنهم وربنا يعيذ الأمة منهم سبحانه جميعا، لو أن هؤلاء يعني بس أعطي هذه الآية ووضعها أمامه في مكتبه بس فقط، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، يقول براحته، هل أجيب إلى هذه الكلمة؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا الله، يبقى الإنسان سبحان الله يقول، يعني العلماء يقولون لن يندم أهل الجنة على شيء إلا قد على ساعة قد قضوها في غير ذكر الله. ولذلك لما قال إذا رأيتم رياض الجنة فإيه؟ فارتاعوا. قالوا ما رياض الجنة؟ أما مجالس العلم. هو أنت بالله عليك بعد ما بينشرح صدرك في مجلس العلم عايز تمشي وتروح؟ تروح فين؟ ها؟ إلى أين تذهب؟ سبحان الله، سبحان الله. فالإنسان في مجلس العلم ده زي بالضبط السمك داخل الماء، كلما السمك داخل الماء حياته أكيدة، كلما السمك سبحان الله العظيم يعني لا اله الا الله بعيد عن الماء وسائل هلاكه اقرب، صح ولا لا؟ طالما هو في البيئه الطبيعيه بتاعته، وهذه طبيعه غذاء القلب. ما القلب كيف يعني بالله عليه كيف يتغذى القلب؟ في مثل هذه المجالس، لان صلواتنا واستغفارنا يحتاج الى استغفار، وصلواتنا تحتاج الى صلاه، وعبادتنا تحتاج الى تصحيح. طب الامل ايه؟ قال في مجلس العلم. ليه؟ قال عشان يصاحبنا فيها الملائكة وتصعد لتشفع لنا عند ربنا، على ما تركتم عبادي يذكرونك ويوحدونك ويقدسونك ويمجدونك، ماذا يطلبون مني وهو العليم الخبير؟ يطلبون جنتك. وهل رأوا جنتي؟ لا يا رب، لم يرى. فما بالكم لو رأوا جنتي؟ يا الله، ده انت الولد لما تقول له شوف هتجيب الدرجة دي هجيب لك، زمان كان ساعة مش عارف لعبه دلوقتي ايه، يعني انت عارف، يقول له ابويا نمر بس على الوكاله نعمل نظره كده، سبحان الله، سبحان الله، على ذوات الاربع، خلي بالك انت
كان الاول ابوه ذو القرنين خلي بالك ده ذوات الاربع عايز السياره مش وجاءت سياره لا واشترى سياره عايز يشتري سياره سبحان الله. فان اول ما تقرا تقول هي دي منتظراك ان شاء الله والله حققت المجموع الفلاني سبحان. فتخيل انت لا اله الا الله ان العبد يكون امامه هذا الايه سبحان الله. فما بالكم لو راوها يعبدونك ويذكرونك اكثر وبما يستعيذونني يستعيذونك من النار وهل راوا ناري لا يا رب. ما بالكم لو راوها يقول لو وجد اهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يعتبرها دي استراحة. ليه؟ قال إن أخذه أليم شديد. صح. إنها ترمي بشرر كالقصر. لو أن قطرة من غسلين التي ذكرت في القرآن أهريقت في أهل الدنيا لماتوا من نتن رائحتها. يا الله ألطف يا لطيف. هل رأوا نار؟ لا يا رب. ما بالكم لو رأوا نار يا الله. طيب أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. يقول ملك من باب الأمانة إن فلانا ليس منهم إنما جاء في حاجة له. يقول عمدا فعلت عمدا فعلت عمدا فعلت. أنا الرب الوفي غير الخلي الودود غير الغضوب. هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. يا الله. قال لك كمان أنت لما تجلس في مجلس العلم والملائكة معك قال يترقى المسلم الجالس في مجلس العلم فيصير ارقى من الملائكه. لان الملائكه غذاؤهم ايه؟ غذاؤهم ايه؟ التسبيح والتهليل والتقديس. لا يفترون يعني تقول سبحان الله ما عندوش فتور ما عندوش همه تفتر هو طبيعته كده طبيعته سبحان الله. طب والمؤمن؟ قال ما المؤمن هنا يتشبه بالملائكه. يجي في الصلاه يبقى له اجنحه مثنى وثلاثه ورباع صبح ومغرب ظهر وعصر وعشاء له جناحين ركعتين له ثلاث اجنحه له اربع اجنحه ده في الصلاه. طب وغير الصلاه يبقى ارقى من الايه الملائكه. ليه؟ لانه مجلس العلم قاعد يستمع للخير الملائكه موجوده الرحمات متنزله سبحان الله العظيم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا انا انذرناكم عذابا قريبا. قريب ليه؟ لان الموت ما بين لحظه واخرى كل يوم فلان مات بقاء لله فلان مات بقاء لله سبحان الله. ان هكذا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. اشمعنى يداه؟ لماذا يداه؟ طب وعيناه ما قدمتش؟ طب واذناه ورجلاه؟ لا انت مش واخد بالك. كان كتاب الحسنات والسيئات اللي انا اتسلمه يوم القيامه ها بخط يدي المقر ايه الموقع على هذا ادناه صح ولا لا؟ مش كده انت بتقر في التقرير او في القناه الموقع على هذا ادناه وتوقع صح؟ اشهد فلان وفلان انني اوصيت الى كذا وعملت كذا وكذا التوقيع والتاريخ. من الذي كتب هذا الكلام؟ صاحب الايه سبحان الله. اصبح هو شاهدا على نفسه بما قدمت يداه يعني كانه كتب بيديه ما صنعه في الدنيا. فلما يجي تحت يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حضرا يعني ايه؟ يعني مكتوبا صح ولا لا؟ مكتوبا لا اله الا الله ولا يظلم ربك احدا. وبعدين قال ان كل واحد ينادى عليه عند العرش تحت العرش يا اخي والموازين القباني واقف. القباني دي شغل اسمها واحد شغلة القباني الوزان اللي بيزن. مين اللي واقف عند الميزان؟ جبريل. هل هو ميزان واحد؟ هل هي موازين؟ نضع الموازين القسط ليوم القيامة. المهم سواء ميزان او موازين هل كل واحد كل مجموعة عليها امام يعني توزن اعماله بالنيابة عنهم؟ اراء كثيرة احنا مش هندخل الان في تفاصيل الدار الاخيرة انتم سمعتموها كثيرة. لكن ينادى فلان ابن فلان نعم يا رب. يقف الملائكة تخرج له السجلات. في صحيح مسلم ماذا قال الصادق المعصوم؟ يخرج لكل عبد من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. وبعدين هو يقلب
او ان كان من الاهل الرقي في الايمان والحسنات الملائكة تقلب. مش لما يعقدوا اتفاقية بين دولة ودولة الرئيسين او الملكين او الامرين يقفوا والوزير المختص يجلس وبعدين في سكرتارية من هنا وهنا يدوا النسخة ايه للدولة البائعة ونسخة للدولة الايه المشترية وتتم الصفقة وبعدين هو رئيس الوزارة بيقلب بنفسه؟ لا واحد ايه يقلب له الصفحة صح؟ سبحان الله. وبعد ما يوقع خلاص نفس القضية على ولله المثل الاعلى من تحت العرض 99 سجلا يقل الملائكة تقلب وانت ايه تقرأ يقول يا رب انت لن تظلمني شيئا يعني يا رب انا واثق انت يا رب انت لست بظلام العبيد يا والعبدي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا انت اللي تحاسب روحك. يقرأ العبد لو مثلا عاش 80 سنة فبلغ من عند 15 سنة فعنده كم سنة حساب؟ ها 65 سنة صح؟ 65 سنة حساب. ال 65 دي انت اقول لك شيء بسيط جربها خذ هذه المحاضرة اللي مدتها 60 دقيقة وقعد كده فرغها في ورق شوف تاخد منك كام وكم ورقة ده احنا كلام ايه ساعة واحنا نتكلم في اليوم ما شاء الله ناخدها. فانت لما تنقد كلامنا وتكتبه كتابة ده ايه اعمال واقوال وافعال وظلم للغير وظلم من الغير كل ده مكتوب وبعدين عبادات صلاة وصيام وحج وصدقات. الصلاة يعني ما فيش مواظبة ما كانش فيها خشوع الوضوء كان اي كلام سبحان الله الزكاة كانت ناقصة وبعدين حق الجيران حق الزوجة حق الاولاد حق الدولة حق الوطن حق البيئة حق حق الحشرات حق الحيوانات الله 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 كل يبقى هي اكيد مبوبة ده باب الحقوق ده باب المظالم ده وهكذا دي باب العبادات دي باب المعاملات. فالكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها كلها موجودة. فهنا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هو نسي بالله عليك بالله عليك الآن احنا اليوم مثلا يعني في الشهور مثلا في 2014 ميلادية في شهر مارس